مرحبا بكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم حبيباتي راح نبارطاجي معكم مجموعة رائعة من الكراكو جزائرية، ان شاء الله ينالوا اعجابكم. نبدأ بالموديل الاول، موديل هايل باللون الاخضر كما راكم تشوفوا، مع السروال مدور، موديل شباب بزاف، ان شاء الله ينال اعجابكم. كذلك هذا الموديل في اللون البوردو مع سروال مدور، موديل شباب بزاف، عنده لا سانتور، موديل هايل. وهذا الموديل جديد عنده لاغوب في الداخل مع الجيلي كاراكو، موديل شباب بزاف، موديل جديد ان شاء الله يعجبكم. وهذا الموديل سامبل، موديل هايل باللون الازرق، لون شباب بزاف. وهذا في الاوبيرجين مع السروال الشلقة، هذا هذه عروسة جزائرية ما شاء الله عليها كما راكم تشوفوا. الأزياء الجزائرية شابة بزاف، خصوصا الكراكو التقليدي. وهذا الموديل كراكو عصري مع لاجوب ميني مع لاسانتور لمام تيسو مع لاجوب، موديل شابة بزاف ان شاء الله ينال اعجابكم. وهذا الموديل هايل نوفو موديل باللون الازرق مع السروال الشلقة، هذا الموديل شباب بزاف مع سروال مدور. هذه صورة عروسة جزائرية ما شاء الله عليها. وهذا الموديل شباب بزاف، هذا بدرون، موديل هايل مع الدوغي، لباش مع الدوغي، موديل شباب بزاف. وهذا كراكو مع السروال مدور، كراكو فلروج. وهذا الموديل شباب بزاف كما راكم تشوفوا، موديل يهبل. وهذا تاني مع سروال الشلقة، هذو موديلات خياطة ان شاء الله ينالوا اعجابكم. وهذه كذلك عروسة جزائرية بالسروال الشلقة كراكو تقليدي ما احلاه. وهذا الكراكو شباب بزاف، تري بيل كولور كما راكم تشوفوا، وهذا بالازرق، موديل شباب بزاف. وهذا تاني شباب، كامل كراكوات جزائريين شابين، كل واحد اخر من الاخر. وهذا تاني نوفو موديل كما راكم تشوفوا مع ليزابليك، موديل سامبل خصوصا للفتيات. وهذا معمر بزاف وشباب ان شاء الله ينال اعجابكم. عنده الطربوش، عنده بونتالون شلقة، موديل هايل كما راكم تشوفوا، موديل دو كلاس ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا حبيباتي وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى لي وصلت معايا حتى الاخر، ما تبخلنيش باللي جام اي لي كومونتير، هذا يشجعنا بزاف. اذا خليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله عن قريب، والى اللقاء.